أريد اليوم أن أتحدث عن أدب التوجس وأدب الارتياب، ولكن قبل ذلك يجب أن نعيد الاعتبار للأدب. الأدب فن من الفنون الجميلة التي نتناساها غالبا، وهو فن غايته خلق المتعة والجمال بواسطة الكلمة، أداته الأساس أي اللغة، ولكن من وظائفه خلق المعرفة وطرح أسئلة جديدة حول الظواهر الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية التي يعيشها الكاتب والتي يتفاعل معها بالتأثير وبالتأثر. وإذا كانت ظاهرة هذا الظاهرة الجديدة المتعلقة بوباء كورونا COVID-19 قد ولدت عند الإنسان مشاعر الخوف، وهذا الخوف الذي تراكم مع الوقت ليصبح قلقا وجوديا، فإنه في حقيقة الأمر ليس سوى قلق باثولوجي، لأن الخوف ملكة توجد لدى الإنسان منذ ولادته، وليس الإنسان وحده إنما جميع الكائنات الحية. الأدهى في الحالة التي نعيشها الآن ليس الوباء في حد ذاته، وإنما الحجر الصحي، أي هذه الحالة من وضع الإنسان في عزلة تامة عن الأشياء التي اعتادها يوميا. وهذه العزلة الجسدية هي بداية القلق والخوف والارتياب الذي سنتحدث عنه. إن عزل الإنسان لمدة أطول لا شك أنه سيؤثر في طريقة تفكيره وفي بناء أفكاره وحتى في هواجسه. فالإنسان الذي اعتاد حياة مطمئنة مستقرة وقعت بلبلتها بوباء يكتسح العالم بأسره ويغير في طباع الناس ويشعرهم بالخوف وبالعزلة، جاء الحجر الصحي إن طال لا قدر الله ليعزز هذه العزلة الجسدية وينقلها إلى مستوى الشعور بالوحدة، أي أن الإنسان سيصبح بعيدا عن الأشياء، لا يتصل بها اتصالا مباشرا، سواء كانوا أشخاصا أفرادا قريبين أو بعيدين، عاديين أو عابرين، أو كان اتصالا مباشرا بأماكن يرتادها الإنسان عادة وأصبح الآن محروما منها. والأدهى أيضا هو أن الإنسان سيصبح محروما من مغادرة المدينة أو المكان الحي الذي هو فيه. لذلك مع الوقت سيصبح هذا الإنسان يرتاب من نفسه ويرتاب من الآخر ويرتاب من الأشياء، فلا يستطيع أن يصلها. لماذا؟ لأنها تحمل الموت، أي هذا الخوف الباثولوجي الذي ورثته هذه الأوبئة. لذلك فأهم الظواهر التي سيتأثر بها الأدب في المستقبل وهي الخوف والقلق الوجودي والموت، والخوف أيضا من الاتصال بالإنسان والأشياء والكائنات، خوف العدوى،
ثم لا بد أن يأتي، لكي أختم، لا بد أن يأتي أدب آخر ضد أدب الارتياب، وهو أدب المقاوم، لأن الخوف من الموت يولد الرغبة في الحياة، والخوف من العدوى والاتصال المباشر سيعوض باتصال أو تواصل عن بعد. وأرجو أن لا تطول هذه العزلة حتى لا يصبح الإنسان في ارتياب دائم. شكراً.